فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة حفظك الله عن موضوع واحد، وهي ما نشرته إحدى الصحف في هذا اليوم من مقال لشخص يقول بأن إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة بأنه بدعة ولا دليل عليه. ولا دليل عليه؟ نعم، لا إله إلا الله، وبدعة أيضا، مشكلة، هذا جاهل، جاهل مركب هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا كلامه يرد عليه هو نفسه. نعم.